دلوقتي بالنسبه للحلو الاولاد طلبوا براونيز، قلت لهم لا بقول لكم ايه بقى، انا البراونيز بقى زهقت كل يوم اعمل براونيز، ارحموني شويه. طب عايزين حاجه حلوه يا ماما، فقلت لهم حاضر هعمل لكم دلوقتي كيكه بالفاكهه. والكيكه بالفاكهه سهله جدا، حتى ولا عايزه مكنه ولا عايزه مضرب ولا عايزه اي حاجه خالص، وهتشوفوا هتطلع في منتهى الجمال وسهله جدا وبسيطه جدا جدا. اي نوع بقى فاكهه عندكم في البيت، صادف ان انا عندي شويه فراوله عايزه اتخلص منهم، لكن لو عندكم مثلا مشمش يبقى حلو قوي، كيوي لطيف، خوخ حلو جدا بس يكون خوخ مسكر ما يكونش يعني ايه مزز شويه. قطعنا الفراوله، عايزين بقى دلوقتي نعمل العجينه، والعجينه زي ما بقول لكم سهله فوق الخيال. يعني اول حاجه الدقيق والسكر وبيكنج باودر، تمام، دي مكونات الجافه، خلاص اتفقنا على ايه، ان في مكونات جافه ومكونات سائله. والعجينه دي شبه كده العجائن بتاعه المافنز، فهتلاقوا ان هي فيها كتير من عجينه المافنز، حتى مش هنستعمل فيها زبده، هنستعمل فيها زيت، كوبايه من الاول من الدقيق، وبعدين عايزين نص ناخد معلقه كده، مش عايزه دقيق زياده بس، كده ده نص كوبايه تقريبا من الدقيق، يبقى كده كوبايه ونص. وبعدين عايزين برضو حوالي 3/4 كوبايه من السكر، ده 3/4 كوبايه. ودلوقتي بيكنج باودر، وعايزين كمان رشة ملح، كل دول كده خلطناهم مع بعض. خلاص نعمل بقى المكونات السائلة، وهنحتاج علشان كده نجيب من التلاجة بيضة واللبن. برضو مكونات بسيطة جدا جدا، بيضة واحدة ونص كوباية لبن كده، وعايزين حوالي ربع كوباية زيت. هنضرب بقى المكونات السايله مع بعضها، كنت ناسيه الفانيليا، وبعدين هنحط المكونات السائله على المكونات الجافه. كيكه ما بتاخدش اي وقت خالص، سريعة جدا جدا، وبرضو أهم حاجة أنها بسيطة في مكوناتها. هنخلطهم كده مع بعض، ولا عايزين مكنة ولا عايزين مضرب ولا عايزين أي حاجة. شفتوا بقى الجمال؟ نجيب بقى دلوقتي الصينية عشان نحط لها الزبدة. دي كيكة صغيرة فعايزة صينية صغيرة قد كده، دي مثلا ايه كام 18 تيقلي. هنحط الزبدة الاول، اول ما تعلمت الوصفة دي تعلمتها من صاحبتي شروق، دخلت مرة عندها لقيتها عاملة كيكة عالية كده دورين، وبعدين الوان بقى الفاكهة اللي في النص جميلة جدا، عاملة كيوي وعاملة فراولة وعاملة حاجات، عجبتني قوي قوي. اكتشفت ان هي اتنين كيكة من دي، واحدة كان فيها فراولة وواحدة كان فيها كيوي، وقلبتهم فوق بعض
وبقت الالوان الفراوله والكيوي في النص شكلهم حلو. بس انا عشان النهارده دي رحله فمش هيبقى فيه مكان ان انا احط الكيكه العاليه دي كلها، فهعمل واحده بس. لكن لو عملتوا اتنين من دي هتعملوا مقادير العجينه هتبقى الدبل تقريبا، وهتعملوها على صينيتين وتخبزوهم بعد كده تقلبوهم على بعض، يبقى شكلها حلو قوي قوي كده. دهناها كويس، رش الدقيق من النص كده حبه صغيرين، تحت بقى هنحط الفراولة. الفراولة حطها وشها مقلوب الناحية التانية عشان لما تطلع تبقى الفراولة من فوق، ولو ان الفراولة ما بتستحملش في الفرن فهتلاقوا ان هي مش هيطلع وشها زي ما انتوا فاهمين قوي كده يعني، لا، بس لما هتطلع هنزوقها من فوق تاني بفراولة هتبقى شكلها حلو وهتبان كده. ودلوقتي نحط العجينة فوق الفراولة، مجرد بس هنفردها بس بالراحة قوي. قبل ما ندخلها الفرن هنحط هنا على الوش حبة زبدة مع حبة قرفة صغيرين. دلوقتي القرفة هتبقى تدي ريحة حلوة جدا جدا للكيكة دي، متصوروش هتبقى ريحتها حلوة ازاي. وعلى فكرة تمشي مع اي فاكهة، يعني مش شرط ان احنا عشان عاملين فراولة، لا تمشي مع اي فاكهة. هجيب هنا، مش مشكلة، هحط هنا معلقة صغيرة وسكينة، حط شوية قرفة، حط بقى شوية من الزبدة هنا، هنخلطها مع القرفة. ومجرد ان انا هحطها فوق الوش من فوق، ممكن تبقى زبدة ساقعة ممكن تبقى زبدة طرية، مش مشكلة، هي في الاخر هتدخل الفرن. الفرن طبعا سخن، هتقعد حوالي 25 دقيقة بالكتير قوي قوي، مهم منفتحش بس عليها الفرن لحد لما تخلص. الكيكة خلصت خلاص، وشفتوا عليت ازاي وبقت جميلة، وتحسوا شايفين القرفة على الفوق على الوش، ريحتها حلو قوي القرفه كمان مع الكيكه دي، جميله جدا. دلوقتي عشان ازوقها بس هقطع شويه فراوله علشان احطها على الوش من فوق، وقبلين بعد كده اروح احط لها شويه من السكر البودره. الحاجه الوحيده بس اللي بتخليني يعني متضايقه شويه في موضوع الرحلات دي هي طريقه حفظ واخذ الحاجات من البيت لبره. لكن الحقيقه مؤخرا يعني جبت ايس بوكس كبير، وبقت الحاجه كلها بتدخل الايس بوكس، وما بقاش قلقانه خالص ان اي حاجه تدلق او اي حاجه تبوظ او اي حاجه تيجي على اي حاجه كده يعني. هنجيب الطبق اللي هنحط فيه، دلوقتي هنحطها ونقابلهم ببعض كده علشان بس ايه الصينية لسه سخنة. الفراولة مش باينة زي ما انا كنت عايزة، علشان كده زي ما قلتلكوا انا هحط فراولة من فوق، هتبقى شكلها حلو وهتبان، بس طعمها بقى الفراولة وهي جوه الصينية جوه العجينة نفسها طعمها حلو جدا وتحفة بصراحة. جربوها كمان، جربوها بالكيوي، جربوها بالمشمش، هتلاقوها مختلفة. والمشمش بس لازم يكون المشمش مستوي كده اهو. نجيب السكر البودرة اهو كده اهو،
جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا.